صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق من ألوذ به سواك عند حلول الحديث العميم ولن يضيق رسول الله جاه كبير إذا الكريم تجلى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمة إن الكبائر في الغفران كلمني لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب عصياني في القسام يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم واللطف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعو الأهوال ينهزم وأذل لي صحب صلاتي منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم ما رن حق عذابات البائر حصابا وأقرب ليس حد غيس في النغم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والأهل والصحب ثم تابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصد واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصد واغفر لنا